من يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم في الدنيا. يكون الجزاء يوم القيامة بأن يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Hugurdutun, Tunak Imadina, Primaris Alevselam, Tatun Dolpat, Ultura, Himal, Himal Wardukun. الذي يبتدع يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبعد عن الحوض لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تون دوحة لجميلو بايمر صلى الله عليه وسلم نيخ دير دعوة الله تون أصعب شتير نيخ اشتير نيخ بيتانا دعوة الله إذا جين واقع روحون أتدينا أت بايمر صلى الله عليه وسلم تون خي تون تات والله جين واقع روحوني. إذا لابد من الاتباع للابتداع تون ديلا وين تعدك بايمر نيخ تعدوزر دوشن تون تونغا كل هما تديش تنغطع تقاشش.